هنا التمريض. لما جيت أتكلم عن التمريض قلت مش هعيد كتير وزيد، وهتكلم في المختصر المفيد. فنحن التمريض نهر بعطايا الله يفيض، ولقد كنا جميعا نحلم بمكانة ومنزلة ومال. طب والله ده كلام عيال، ده مفيش سعادة تساوي سعادتك لما يدعي لك مريض فقير وغلبان. ده ربنا جعلك حارس للأبدان، ألم تتدبر قول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طب والله كنا بنحلم على الفاضي والمليان. واللي يقولك التمريض ده مش كويس، دول ناس مش تمام، عشان دول ناس مش فاهمة. هفضل أفهمهم وأقنعهم وأشرح لهم، والحكاية مش مستاهلة. وبعدين في الأول وفي الآخر كلنا بنكمل بعض، يعني مفيش حد أحسن من حد. ولو أنت مش فاهم كده فأنت ما تستاهلش رد، لأن الإنسان الجاهل ما يستاهلش حد يكلمه بجد. أيا ممرض كل عملك مخلصا، في جنان الفردوس عملك خير مؤنس. ولا تسعى وراء الشهرة والألقاب، فأنت الجندي المجهول، لا تتذكرك العقول، ولكن يتذكرك الله الرحيم الغفور. ولو تكلمنا عن فضل التمريض فلن نجد كلاما يوافيه حقه كما يريد. فنحن الآمال الوردية والإشراقات الأبدية للرحمة والإنسانية، وقلوب تنبض بالحب في السلم وأوقات الحرب. وأكيد عرفت قيمتنا لما كورونا جت وكانت هتقضي على الشرق والغرب. فارفع يدك أيها الممرض وقل يا رب، تهطل الخيرات عليك بلا شك بفضل الإخلاص في العمل والجد. ما احنا لازم نغير فكرة الناس عن التمريض، مش بالكلام، بالفعل والعمل المفيد. ثم إن التمريض ماله؟ بيطلع كل سنة أكتر من 1000 شخص مسؤول وبيعرف يصرف على عياله، ومين عارف يمكن بكرة تقع تحت إيدي وتعرف قيمتي، هتقوم بعدها تضرب لي تعظيم سلام وتعترف بمكانتي. وسيبك بقى من حكاية البرستيج ده، بعد دعوة مريض ليك مفيش. كل اللي أعرفه إن التمريض اتغير، ما يبقاش بقى أنت عقلك صغير. فيا أيها الناس، استوصوا بالتمريض خيرا، ولا تذموه عينا ولا حتى سرا، فنحن نثبت للعالم كل يوم أن التمريض نهر بعطايا الله يفيض.